محور دار كده بين الكابتن حسام وبين بابا اركو، كان ايه السبب وايه اعتراض الكابتن حسام على بابا اركو؟ امتى ما اعترض؟ بعد الماتش ده هو جاي يسلم عليه. لا هو المشكله ان بابا اركو، احنا ما بقول لك ما فيش مصداقيه عند اللعيبه في مصر عامه، احنا في مصر انا بتكلم بصفه خاصه واساسيه في مصر، اللعيب يبقى ما تضمنش اي لعيب ولا تثق في اي لعيب. بابا اركو راح بعتنا له تذكره لبلده لما كان في اول الموسم قبل فتره الاعداد، تفاوضنا معاه واتفقنا معاه الفلوس واتبعت له التذكره بتاعته، وما حتى النادي ما خدش حق التذكره منه، واني انا مع المصري انا معاكو انا مش هلعب حته الا في النادي المصري. بعد كده ودينا له الناس مجلس اداره وقعدوا وجابوا من المطار وجابوا بتاع، انما اللف والهقص اللي بيعمله اللعيبه في مصر معروف، برضه ما فيش مصداقيه، كدابين يعني. فهو كذاب يعني، قال معاكو وخد البتاع التذكره وخد كل حاجه، وبعد كده لقيناه راح لافف على بتاع. عشان كده كابتن حسام ما رضاش يسلم عليه. حكيم نفس الشيء، ما هو حكيم برضه عشان الناس تبقى عارفه، الناس يبقى عارفه، هو يبقى عارف، ولو في حاجه كده يجي يطلع لي يقول لي كلمني. محمود عبد الحكيم قعد عند الحاج عند الاستاذ سمير الحلبيه رئيس النادي، فهو قبل ما نبدا فترات اتفاوضنا معاه، واللي اتعرض عليه اكتر من اللي خده في الانتاج، وقال انا موافق وامضي دلوقتي كل حاجه ومفيش مشكله، بس اروح بس دقيقتين اروح لخالي خلو في بس لان هو اللي مربيه وكده وبس وكده ويرجع يمضي. طبعا مفيش، ما هو المفروض ان هو محمود لعيب كبير واسمه وكل حاجه، فلازم يبقى في مصداقيه. خد بعضه ومشي ومضى، ومضاش ومضى في الانتاج، ما تروح الانتاج بس لازم ما تكذبش. انا مش عايز يبقى في، عايز في احترام. ما ديك شايف في اوروبا الدنيا كلها بيخش مانشستر وريال مدريد وبرشلونه على لعيب في احترام، لعيب يقول انا عايز كده خلاص، بس قول ما تقولش وتفاوض وبعدين تشتغل وبعدين تقول تاخد الرقم وتروح رايح بالتليفون عمل رقم، ما انت اديك خدت اقل من الرقم اللي كنت هتاخده في مع المصري. اخيرا وانا عارف ان انا طولت على حضرتك، محمود هو اللي قرر ان ياخد خد القرار ويروح الانتاج برضه عشان جمهور بورسعيد يبقى عارف، عشان ما حدش يضحك على عقلهم، تمام. واحنا بالنسبه لنا لله الحمد عندنا اللعيبه تكفي وتزيد كمان، وعندهم يغطوا اكتر من مركز الحمد لله.